سليم إلى محمد صلى الله عليه وسلم بمناسبة عيد العرس المجيد. هذه الفكرة الغازية على قلوب المغاربة منظم المجلس الزمالي للزراعة العربية قيصر بشراكة مع الجمعية المكلفة بمهرجان قيصر النسخة 12. وقد لاحظ الجميع أن هذا المهرجان مر في أحسن الظروف من ناحية التنظيم، ونشكر السيد القائد القيادة ديال قيصر وسيد باشا والسيد العامل الذي قام بتنظيم دار الأمومة والمستوصف بالدرجة الثانية لمدينة قيصر. ولهذا لاحظ الجميع على أن التنظيم كان تنظيم محكم، على أن أساس بأننا لاحظنا أن الزوار ازداد عددهم هذه السنة، ولاحظنا على أن الكل وتضافرت الجمهور لإحياء هذا الموروث الثقافي الذي يفتخر به المغاربة. وشكر للجميع، والشكر موصول للسيد الرئيس الجماعة ديال قيصر. بالنسبة للتسجيلات ديال اليوم اللي سنا صار عليهم السيد العامل، شنو هما بالضبط للمواطن باش يعرف شنو هما؟ بالنسبة للتسجيل الذي قام به عامل إقليم سطات دار الأمومة والمستوصف من الدرجة الثانية. يعني كانت المنطقة في حاجة مثالية لا؟ يعني الساكنة فرحت بها كانت؟ أعتقد أن الساكنة في غاية الفرح، لأننا خففنا شيئا ما عن الساكنة، لأن عوض ما تنتقل إلى مدينة سطات 30 كيلومتر غادي يكون عندها كل شيء القرب، وهذا هو اللي كيدل على أن نحن في خدمة المواطن والمواطنة. بالنسبة لهذه السنة ديال الموسم، شنو ميزة على السنة الماضية؟ نقدر نقول بأن الموسم كان في أحسن حلة نظرا للتنظيم، ونظرا بأن الجمهور مستريح في الأماكن مريحة، وهذا الشيء نقدر نقول الجمهور هو اللي غادي يحكم علينا واش كان الموسم أو هذا المهرجان في أحسن حلته أم لا. شكرا لكم على هذا. شكرا، الشكر موصول للسيد الرئيس والمجموعة ديالو. شكرا لكم. I'm
وشكرا لكم.